من هو مايكل بلومبرغ؟ ولد مايكل روبنز بلومبرغ في 14 من فبراير من سنة 1942 في بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية. درس بلومبرغ في جامعة جون هوبكنز وتخرج منها سنة 1964 بشهادة البكالوريا في الهندسة الكهربائية، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد لإدارة الأعمال سنة 1966. أنشأ شركته الخاصة التي كان اسمها Innovative Market Systems، وأصبح اسمها بلومبرغ إل بي سنة 1987. حصدت هذه الشركة نجاحا هائلا وامتدت حتى سنة إلى عفوا وامتدت حتى إلى عالم وسائل الإعلام مع أكثر من 100 مكتب منتشرين حول العالم. دخل بلومبرغ ميدان السياسة سنة 2002 عندما نجح في الانتخابات وأصبح المحافظ 108 لنيويورك. كان من أنصار حزب الجمهوريين الليبراليين، لكنه تحول ليصبح مستقلا، وكان من الأشخاص الموالين لفرض قوانين صارمة حول حيازة السلاح. عد تأسيس 311 خط تليفوني يصل المتصلين مع المسؤولين في المدينة من أهم وأشهر المشاريع التي نفذها. ولد في بوسطن بماساتشوستس. كان والده ويليام هنري بلومبرغ المهاجر البولندي محاسبا لدى شركة أجبان وألبان، أما والدته فكانت شارلوت بلومبرغ مواطنة من مدينة جيرسي أو نيو جيرسي. درس في جامعة هوبكنز وتخرج منها سنة 1964 بشهادة البكالوريا، وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد لإدارة الأعمال سنة 1966. أصبح بلومبرغ شريكا عاما لدى شركة سالومون برادرز، وهي بنك استثماري في وول ستريت، حيث شغل مهمة تطوير الأنظمة هناك. وعندما بيعت شركة سالومون برادرز في سنة 1981، كان يملك أسهم بقيمة 10 مليون دولار كشريك في هذه الشركة. استخدم هذه الأموال لينشئ شركته الخاصة التي كان اسمها Innovative Market سيستمز. كانت خطته في العمل تنطوي على أن شركات وول ستريت والمجتمع المالي بشكل عام يرغب بالحصول على معلومات حول سوق العمل والأعمال ذات جودة عالية بأقصى سرعة ممكنة وبمختلف الوسائل والطرق الممكنة. قامت بعدها شركة ميريل لينش لخدمات التمويل العالمية باستثمار ما يقارب 30 مليون دولار أمريكي في الشركة، وأصبح اسمها بلومبرغ إل بي. في سنة 1987 اعتمدت هذه الشركة على حواسيب لإدارة المعلومات المالية والبنكية، وكان لها الدور الأكبر بتطوير الطريقة التي يتم فيها تخزين البيانات الآمنة واستخدامها. قامت الشركة بإطلاق خدمات رديفة أخرى لاحقا مثل بلومبرغ نيوز، بلومبرغ ميسج، بلومبرغ تريد بوك. حصلت هذه الشركة على نجاح هائل وامتدت حتى إلى عالم وسائل الإعلام مع أكثر من 100 مكتب منتشر حول العالم. قرر التحول إلى العمل الخيري بعد هذه الثروة، حيث ركز بشكل خاص على دعم التعليم، البحث الطبي والفنون. دخل معترك السياسة سنة 2002 عندما نجح في الانتخابات وأصبح المحافظ 108 لنيويورك. كان من أنصار حزب الجمهوريين الليبراليين، لكنه تحول ليصبح مستقلا، وكان من الأشخاص الموالين لفرض قوانين صارمة حول حيازة السلاح. يعد تأسيس 311 خط تليفوني يصل المتصلين مع المسؤولين في المدينة من أهم وأشهر المشاريع التي نفذها، حيث تسمح هذه الخطوط بالإبلاغ عن الجرائم، مشكلات النفايات أو أي شيء آخر. أنفق بلومبرغ 78 مليون دولار أمريكي على حملته الانتخابية الجديدة في شهر تشرين الثاني من سنة 2005، متجاوزا بذلك رقما سجل سابقا والذي كان 74 مليون دولار أمريكي في حملته السابقة. قرر في 2008 أن يرشح نفسه للمرة الثالثة، ولن يستطيع فعل ذلك كان عليه أن يتحدى التشريعات الخاصة بالمرات التي يحق لمحافظ ما أن يشغل هذا المنصب، والتي كانت لا تتجاوز المرتين بحسب تشريعات نيويورك. أثارت رغبته تلك جدالا واسعا، لكنه كان دائما ما يرد بأن البلاد قد مرت بأزمة اقتصادية كبرى، وأن الوضع الاقتصادي الصعب يحتاج إلى شخص متمكن وخبير مثله يملك المهارات الكافية لتحدي مختلف الظروف.
وبعد أن صرف الكثير من الأموال بشكل غير مسبوق على حملته الانتخابية، حيث تجاوزت تكاليف الحملة 90 مليون دولار أمريكي، وافق مجلس المدينة على تمديد الحد الأقصى لثلاث دورات انتخابية مكونة من 4 سنوات، وبذلك عاد بلومبرغ إلى مكتبه مجددا. ابتعد بلومبرغ عن السياسة في كانون الثاني من سنة 2014، وقضى تلك السنة يركز على الأعمال الخيرية قبل أن يعود إلى شركته بلومبرغ إل بي ليشغل فيها منصب المدير التنفيذي. كان بلومبرغ داعما لهيلاري كلينتون في انتخابات 2016، حيث ألقى كلمة تأييد لها في 27 من جويليا سنة 2016 في المؤتمر الوطني الديمقراطي. عندما أدخل إلى حجرة التصويت أنظر إلى المرشح وليس إلى الحزب. هناك أوقات أختلف فيها مع هيلاري كلينتون، لكن دعوني أخبركم أنه مهما كانت خلافاتنا كبيرة، أتيت لأقول يجب علينا أن نضعها جانبا لمصلحة بلادنا، ويجب علينا أن نتوحد حول المرشح الذي يستطيع دحر الغوغاء الخطير، مشيرا بذلك بشكل صريح إلى المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب. استبدل بلومبرغ مجلس المدارس الموجود في من قبل الولاية بالتحكم المباشر مع المحافظ نفسه بالتعليم العام، كما رفع رواتب الأساتذة والمعلمين بنسبة بلغت 50%، شهدت معدلات الاختبارات والتخرج للطلاب في المدرسة زيادة ملحوظة، وشجع بلومبرغ كذلك برامج الإثراء بعد المدرسة لمساعدة الطلاب المقصرين، كما كان لسياسته الدور الأكبر في تعزيز منع الهواتف المحمولة في المدارس. دعم بلومبرغ إنشاء قاعدة بيانات فيدرالية تعتمد على الأديان الحمض النووي وعلى بصمات الأصابع لتسجيل جميع المواطنين والتحقق من وضعهم القانوني، وكان من الداعمين لحقوق المهاجرين، حيث كان يرى أنه يجب منح المهاجرين غير الشرعيين الشرعية كما يجب دعمهم. يعتبر بلومبرغ ناشطا بيئيا ملتزما، وساهم بمناصرة القضايا والسياسات التي تحارب التغير المناخي منذ أن تولى منصب محافظ نيويورك. كما عمل على المستوى الوطني، حيث شجع انتقال الولايات المتحدة من استخدام الوقود الأحفوري إلى استخدام الطاقة النظيفة. تزوج مايكل بلومبرغ من سوزان إليزابيث باربارا براون ذات الجنسية البريطانية، وأنجب الزوجان طفلتين إيما وجورجينا. انفصل الزوجان سنة 1993، لكن على الرغم من طلاقهما إلا أنهما بقيا أصدقاء أعزاء. ومنذ سنة 2010 أصبح بلومبرغ على علاقة مع المشرفة المصرفية في ولاية نيويورك ديانا تايلر. قدرت مجلة فوربس ثروة بلومبرغ في سنة 2009 ب 16 مليار دولار أمريكي، ولم يسبقه في ذلك الوقت سوى 4 أشخاص يملكون ثروة أكبر منه. أما في سنة 2015 فقد قدرت مجلة فوربس ثروته بحوالي 44 مليار دولار أمريكي، وبذلك يصبح سادس أغنى رجل في الولايات المتحدة الأمريكية.